شوفوا فين وصلوا في هذا المسائل هذه. بسم الله 7023 ايات راه انا تيصوبوا شي بوندويك هذه لي زاس لاسينيسمون بوندويك لاسينيسمون راه دايرين كروكي تما استعداد البراج هذا هنا دابا عتي دابا هاد الطريق هادي ملي غادي تدوى غادي جات مرجان السوبر مارشي حاطين واحد جايبين وكيحطوا تما ديك الزيئه ديال الشركه ديال واحد لي بوز كبار لي بوز كاري هذيك اسيدي المشروع ديال حمايه مكنات من الفيضانات شركه واحد سوسيتي سميتها سوسيتي بو علي بو علي بو علي هما اللي شادين المارشي شادينو من عند سميتها الوزاره ديال التجهيز سيرفيس ديال الهيدروليك شادينو سيدي من ديك المنطقه من البصل الشتي حدا مرجان وغيمشي في الاتجاه ديال الليمونه وغيجي واحد اخر غادي تجي حتى للداليا حتى لهاد الواد هذا هنا كاين واحد الواد هنايا هذا الواد واد ابا اسحاق واحد الواد هنا سميتو واد تولاد رانا حنا ندوز حدا غادي هاد القنطره عقلتي عليها فاش كانوا تيصوبوها دونك هنا هذاك البروجي راه بروجي كبير راه داخل فيه هنا شي هاد البنايه ديال الشيء راه دوروا عليها واحد الفوالا واش شاد حيت هاد البلاصه كلها شومان ديال مير دو سوتيرمون مير دو سوتيرمون كل هاد هنايا هنا راه هاد اللعيبه دايرينهم بحال هاي شتي هاد الحماق هذا كابيون هاي هذاك الكابيون هذيك كل هذاك المال اللي تيجي من ليه كله كيجي لهنا تيتكبر وتيكمل الطريق ديالو دونك هذاك البروجي باش ما يبقاش داك المشكل ديال ان الارض يوقع فيها سميتو ديك الفيضان اللي كانت يوقع ديال الماء ما يبقاش مع دابا حتى الاناره هاد الجناب حتى هما يتقادو ان شاء الله هاد لاكوتمون يتقاد لي زاكوتمون وراه مزيانه دابا غير هاد الفد لان الطريق جوج برك الله البوتوج فاش ركبو مزيان بقات غير دابا يشعلوا الضو ترجع الحياه زوينه غتولي يا سلام عليك دابا تولي لا دابا هذا اللي علم من تولي هذا هذه جماعه تولي جماعه مكناس راه الشهدية لي راه هما دوك العمارات ديال صناصر شتي ليه فين كاين الجامع هاد اللي كيتبنى راه حداه كاين هذيك القناة ديال مغطينها قناة كبيرة مغطينا ضياب بلا بالك سيرون فادي لا هذيك ديك فيوتشر ميكرز يا هذيك فيوتشر ميكرز المهم شوف الجامع اللي حدا الروبوان حدا الديل داليا كاين جامع جديد هو اللي كيتبنى وحده راه غير القبه ديال راه السمعه ديالو شفتيها هذاك اللي كيتبنى هو تما بالضبط تما دايزا لا كوندوي تما دايزا واحد القادوس كبير راه جارينو من تما ودايز من غادي يدوز من تحت الطريق شوف تبارك الله دابا غير هذا المارشي هذا دابا ديال الضو تبارك الله هو شفت ولا انفراستركتور راه هي كلشي هنا دابا المحطه فاش تجي لهنا عاوتاني الدنيا غادي تزدهر راه في المساطر الاداريه دابا مع مواليها ساوي واحد الوقيته كانت الطريق تتم داخل فيها في الظلام خصو حتى هاد الرومبون هذا خصهم يعاودوه مع هاد تريونغل لي تريونغل مربعه اللي هنايا في القناص ديال الطريق شي لا مالي في شد لا هذه واحد الشركه سميتها المقايضه من الرباط لا مالي في فراسك راه ما تخقيم زعما انفيستي فيها داخل تا هو في شي برد افير لا مالي المهم هذه دابا شوف دابا اللي زوين فيها هو طريق التسعات مابقاش دخل هذيك الدخله مقموعه اللي كان دابا ولا دخله في المستوى بقى دابا كون تكون شي عمليه ديال الجناب ديال الطريق داك لا ليميت ديال دابا هما علاش هما ولاو يديروا دايرين هذا في الوسط ما تعرفش واحد الوقيته يبغيو يزيدوا يوسعوها ولا شي حاجه مي دابا بور لو مومون دوبلومون دابا راه خارج مزيان واش هكا كانت ما
مقارنه مع كي كانت قبل. لا دابا احسن دابا هاد المارشي هذا ديال الضو، هاد المارشي ديال الضو سيدي 2 مليار و80 مليون، نكذبو 80 مليون فيه هاد الطريق هادي اللي حنا جايين فيها هادي رقم 7023 والاخرى ناسيونال 6 الطريقه الوطنيه رقم 6 هادي اللي غادي دابا لجهه مرجان. اييه هاديك عاوتاني حتى هي غادي نبيع حتى الليمونه تي هكا هكا تي حتى الليمونه حتى الرومبون ديال الليمونه باش تلاقى مع داك هنايا راه شفتهم جايبين عاوتاني التروطوار هنايا واش غيكملوا هاد الجزء هذا اللي بقى هنايا المده هادي وديما كتهضر انا على هاد البارتي هادي كنقول هنا راه خص ضروري يكمل هاد يكمل يكمل هذا ويعاودوا هاد الطرف هذا ديال الارض يتعاود هاي ميك بريفا علاش لان ما عندها حتى شي معنى تبقى هادي هابطه ويوصلوا الضو حتى لهنايا والرومبوان حتى هو يكمل بالضو والرومبوان الا بغاو يهيبوا عليه هذاك هون كان تابع للاكوالاند هذاك حتى هما راه تيخدموا على شي حاجه تما توريستيك شي بروجي ديالهم باش باغيين يديروا شي اكستنسيون ولا ما عرفتش شنو باغيين يديروا هذا كل ما يخص هاد التور جوله نشوف واش حول الاشغال حول الاشغال مدينه بلاس هذا كل ما يتعلق بالطرق تحياتي لكم والى اللقاء في فيديو لاحق ان شاء الله مازال عندنا الرصيد الوجهه ان شاء الله تعالى العاصمه الرباط السلام عليكم ورحمه الله.